الافكار وال هي بتبقى افكار حلوه ولا وحشه؟ ليه بتقول لها ايه الافكار دي؟ انت وحاجات انت وحشه، انت وحشه. ليه بقى انت وحشه؟ العلاقات مع الشباب دي حاجه، بس غير العلاقات مع الشباب عشان محدش بيحبك. هما حصل لي سيكشوال ابيوز وانا صغيره، السيكشوال ابيوز واغلبهم حصل لهم كده، ده حسسها بايه؟ اسمع منهم الكلمه دي يا علاء. انا السبب في اللحظه انا لما رحت حكيت لماما قالت لي انت اكيد اللي قبرتيه، اللي هي بتبقى بنت صغيره مثلا وراحت عند البقال، يعني بنت صغيره هتغريك زي مثلا اوكي بس تسمع ايه؟ ما صدقوهاش او ما صدقوهاش او قالت لهم مثلا جوز اختي اتعرض لي او عمل حركه مش لطيفه او ابن عم ماما او مش عارفه ايه او شيخ الجامع، محدش بيصدق الكلام ده. بنات ولاد يعني الولاد تسمعوا منهم الكلام ده، حد حط ايده في حته مش كويسه، طب انت عملت ايه؟ انا رحت حكيت لماما، ماما ضربتني بقلم على وشي وقالت لي انت مش عايز تروح عند الشيخ. المشكله بيفضلوا يودوهم فين؟ المشكله حبيبتي بيفضلوا يودوهم ويقولوا للشيخ اضربهم لو هو ما جاش، يعني انت واخده بالك؟ ويقفلوا عليهم الباب، يعني ما فيش ولا بربع جنيه حتى يعني. طب هي قال لي طب افتح الباب. يعني انا ما انساش ابدا كان حد وهو كان وهو بيحكي بيقول يعني انا مش طايق الراجل ده، انا لو وقعت له في البلد هبقى انا مرتاح، بس هي مامته دلتها توديه على اساس ان ده الشيخ اللي بيحفظ القران وقريبها، فازاي انها يقول على قريبها كده؟ فدي نقطه مهمه ان احنا محتاجين. طب هل البوردر لاين بيكذب؟ بيكذب ليه؟ علاقات مش لانه مش هتصدق. وعشان عشان بيبول بليزر، عشان انا عايزه ارضيك، فبقعد احور في الكلام عشان ما اخسركش يا احمد، فبقعد اعمل ايه؟ اجمل نفسي. فاقول لك انت عارف انا اتاخرت ليه؟ عشان كان حصل لي حاجه كبيره ومش عارفه ايه، واكسب تعاطف. بس انا ما اتاخرتش عشان انا اوريدي نزلت متاخره. تمام اوكي؟ وافضل من كذبه لكذبه لدرجه ان هم بيخشوا في كذبه وكذبهم ما فيهوش ايه؟ ليه كذبهم دايما بيتقفش؟ عشان هم مستيك باص، هم بس بيحاولوا يهربوا من الايه؟ من المواجهه. تمام اوكي. طب لو علمناهم ان المواجهه ما بتخوفش، فانها ما عملتش التصفات اللي عليها اللي سبب ايه؟ اي سبب كان، وان انت قابل السبب ده ومتفهمه، بس ده مش معناه انها ما تعملش الواجب تاني. تمام. بخصوص الواجب، عملنا الواجب بتاع المره اللي فاتت، انا كلمتكم عن المواجهه وعدم الكذب الصراحه. ما عملتش الواجب ده يعني اساسا. انت لو كنت مهتم بتعرف عملت الواجب ده منه عشان انا ما بحمرش عيني. كنتش موجود، انا ما كنتش موجود اصلا. احنا عايزين نعمل الواجب في البورده غايم بالذات، احنا الان بنبصرك او بنعمل لهم الفيديو سيشن. ليه مهم ان انا اتابع الواجب؟ عشان عشان انا بقوي عندهم عضله الالتزام، زائد بقوي عندهم البراكتس. الموضوع مش كلام، زي المره اللي فاتت قلنا احنا محتاجين نمسك شعور من المشاعر بتاعتنا ونعمل لها وصف، وقلنا ايه مش ايه ميزه ان انا اعمل الوصف بتاع المشاعر ده، كان التاسك بتاعنا ان احنا نجيب موقف ونعمل له حدث ونشوف الحدث المحرك واحد ونشوف التغيرات البيولوجيه ونشوف التعبير عن الشعور عامل ازاي ونشوف تسميه المشاعر ايه ونشوف الافتر افكت او تاثيرنا بعد المشاعر، وبعد شويه نرجع نشوف احنا وعينا بالحدث كان ايه ونشوف تفسيراتنا للحدث كان ايه. عاده اغلب تفسيراتنا دي هتقع في الورق ده. يعني ايه هتقع في الورق ده؟ هتقع من ضمن مخاوفنا. فانا لو انا عملت هنا رد فعل كبير عن الحدث، فعاده تفسير الحدث ان ده كان موقف ايه؟ مهدد وموقف صعب وموقف فيه غضب كبير وموقف فيه ايه؟ خوف اكتر، فانا بقوم على طول دايركت مديه رياكشنات حتى لو كان الرياكشن بتاعي اكبر بكتير من الحدث اللي موجود. طيب اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل ايه في مشاعرنا؟ نحترم نحترم. انا حاسه ان الصوت عمال يطير طيب طيب. ده ريلاكسيشن ولا ده طيب قلنا
عشان اقلل الحساسيه للعقل العاطفي. يعني ايه اقلل الحساسيه للعقل العاطفي؟ يعني انا قصادنا خوفي مش عايزه ابقى كل شويه زي ما حصل لكم كلكم كده. اول ما جت سيره المخاوف ايه اللي حصل؟ ضربات قلبي سريعه، نفس طرش، حاسس ان جسمي مخدل. ايه تاني ممكن هما مش في المكان؟ لو تلاحظوا اللي احنا بنلاحظه في جروب سيرابي، ايه اللي حصل للمكان؟ حسيتوا ان الدنيا بقت حر زياده. اوكي، ساعات بنسميها ان الغضب ملى المكان، التوتر والغضب ملى المكان. تمام، بتعملوا ايه كده كتره لما تحسوا كده؟ بنغسل وشنا او بنقعد كل اللي عايزينه نغسل وشك وتعالوا. حاجه ثانيه هنظم نفسي او قواعد نفسي اكتر. ايه تاني؟ اقول له اتكلم عن المشاعر خالص. انا عايزه اشد التوتر اللي بقى في الاوضه. يعني دلوقتي انت بتتكلمي في موضوع كريتيكال خالص، عيانه عملت موقف مسيء جدا وهي بتقول لك عليه، فبدات تتوتر وتعرق وتعمل وتسوي، والموقف بقى اشد منها وبقى في حموله شعوريه عاليه. بنعمل ايه بقى؟ نغير لحته ثانيه. استراكشن. بنعمل لها استراكشن زي بتاع الاكت بالظبط. بعمل لها استراكشن ازاي؟ خدي نفس، شمي الورده، فرقعي البالون. برافو، خدي نفس، شمي الورده. بس انا بقى مش هشممها الورده في العيال، انا ممكن اجيب اي حاجه ونعمل لها عليها ايه؟ سنه من الهيومر، من الضحك. ايه ده يعني ممكن الدكتور يضحك بقصد في العياده او الدكتوره عشان نعدي فك التنشن، التوتر التنشن اللي في الاوضه؟ ايه ده يعني مش انت كده يبقى دمك سخيف وبتاع؟ لا لا خالص، ده استخدام الهيومر في ايه؟ السيرابي. مش في العلاج بالضحك؟ عارفين كم مره كده من زمان واحده طلعت تضحك 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 وتجيب ستات بيضحكوا سوا وقال لك جروب ضحك، وستات قعدت تقول الفيدباك ان احنا بقينا كويسين ومبسوطين، صح؟ ماشي اوكي؟ ليه؟ هو الضحك بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن بيخلي السمباثيك سيستم يهدى بالظبط. فالريلاكسيشن للجسم، فالعقل الاميجدالا بتنبض بقى بالظبط. احنا بنحتاج ان الاميجدالا تنبض بالظبط، هو ده اللي بيعمله الضحك. طب لو انا ضحكت ايه اللي هيحصل؟ اللي قدامي بيضحك وبنضحك بيحصل ايه؟ عدوى للمشاعر. ايه مشكله البوردر لاين؟ انا على فكره انا عارفه ان انا بوديكم وبجيبكم كتير لاهداف علميه بحته، مش ان انا اجيب لكم صداع. مشكله البوردر لاين شده المشاعر عاليه. لو انت من اهل البوردر لاين وطول ما هي قاعده عماله تندب، او انها عندها ايموشنال يعني ديسريجوليشن، فالصبح كويسه وبتضحك وصوتها مالي الاوضه، بالليل او الظهر بتعيط وتتنكد وبتدب في الارض. انت بقى كاب او ام او اخ هتعمل ايه؟ احترق وعايز اعمل ايه فيها؟ طيب بره بقى بطلي تمثيل بقى واوفر يا ايموشنال كوين. فقره النكد يعني كدل ماشي. وخلي بالك ان البنت دي اول ما بتطلع لاصحابها بتعمل ازاي؟ 3 2 1 ايه اللي بيحصل؟ اهلها بيتهموها انها بتمثل، على الرغم ان احنا كلنا بلا استثناء لو قمنا واحنا عندنا ايموشنال لودنج عالي وخرجنا في الهواء هيحصل لنا ايه؟ تمام اوكي. فده اللي بيحصل للبوردر لاين، هي مش بتمثل، هي بس لما بتغير مكانها وبتتحرك وتقوم تحط الميك اب بتاعها وتضرب الشعريتين، ايه اللي بيحصل؟ بورا بيتحصل، وبالتالي هي مع اصحابها بتبقى ايه؟ او لما بتكلم صاحبتها في تليفون فايه اللي يحصل؟ بيحصل لها ديستراكشن. هو ده اللي بيحصل بالظبط. عشان كده مهم ان انا افهم الاهل ان هي بتمر اوريدي بحاجه اسمها ايه؟ نوبات من المشاعر عنيفه. بنحب نعمل ايه ساعتها؟ يعملوا لها ايه في الوقت ده؟ ديستراكشن. هم هيعرفوا يعملوا ديستراكشن؟ بيهزروا معاها. ممكن ايه تاني؟ غيري يا حاجه اسمها ايموشنال فاليديشن. ان انا اديها الحق في انها متضايقه وان انا احترم مشاعرها زي ما هي. ماشي؟ تصوري كده يا جيسان انت متضايقه فانا اقول لك يا ستي فكي هتشتميني. متضايقه. ان انا لو انا احترمت مشاعري واحده واحده حقك تتضايق، لا الموقف يضايق. تمام؟ وبعدين بدات
اغير المواضيع، فانت بدات تمشي معايا واحده واحده. انما لو جيت هاجمتك وواجهتك وقلت لك اللي انت فيه ده اوفر، بطلي افوره، انت ملكة الافوره، هتحسي بايه؟ انا محدش عمره حس بيه. عشان اقلل الحساسيه العاطفيه اجمع وراقب المشاعر الايجابيه، فطول الوقت محتاجه ايه؟ اضحك واعمل واخلي انجازاتي زي المره اللي فاتت كده لما جمعتوا انجازاتكم وحسيتوا بايه؟ بحاجات كويسه وحسينا ان احنا عملنا انجازات كتير، صح؟ تاني حاجه المدى القصير بقى، ان انا ازاي ابني الخبرات الايجابيه للمدى القصير؟ ان انا اعمل حدث سعيد كل يوم. يعني ايه حدث سعيد كل يوم؟ ان انا مثلا لو كل يوم هستحمى زي عيالنا كلنا ما بنقومهم يستحموا، في ناس اول ما الميه تيجي على جسمها ايه اللي بيحصل؟ هما بيتحسنوا لوحدهم. ليه؟ او ان انا انقحهم في الميه، حتى دايناميك بره. هما احنا واحنا اطفال كنا فين؟ في الرحم، في الميه، في الاكنيوتيك فلويد. ايه اللي حصل واحنا جوه؟ كنا حاسين بايه؟ بالسيفتي. عشان كده لو تعرفوا عيالين سكيزوفرينيك يقول لك ده يا دكتور بيدخل الحمام يقعد في البانيو بالسعيد. هو البانيو ده بيحسسه بايه؟ بالسيفتي، بان هو قاعد في وسط الميه. حتى لو تفتكروا، اسف على الازعاج، هما كانوا جايبين احمد حلمي وهو يقعد في البانيو وبيغطس في الميه. هو ده اللي بيحسسه بايه؟ بالامان، بالسيفتي. تمام، اوكي. ايه تاني ممكن اعمله؟ بالظبط. بس هل البورد الله يعرف اللي بيبسطه؟ بس بيعرف جدا اللي بيبسط الناس، لان هو بيبني اليوزر، فيعرف قوي الحاجات اللي تبسطها، يبدا يشتغل عليها وتبدا تخش لك وتبدا تعلق بيها، وفي لحظه باي باي. تمام، اوكي. عشان كده مهم قوي ان زي ما وانا داخل علاقات، زي ما اللي قدامي بيعرف الحاجات اللي بيبسطني وانا بديله الكتالوج بتاعها، ان انا كمان ابقى ايه؟ عارف اللي بيبسطني، وعارف اللي بيبسط اللي قدامي. وده جزء من العلاقات. العلاقات ده مديول تاني، العلاقات الفعاله. بس عشان انمي اي علاقه محتاج يبقى عندي كتالوج للي بيبسط الاخر، وابقى طول الوقت بستبين وانت بيبسطك اي حاجه، زي فكره ايه؟ وانت بتحب تاكل ايه؟ زي ايه اللي بيبسطك؟ وابقى كل شويه انت فعلا بتبسط بده؟ ده مهم. وان الرجاله تسال الستات نفس الكلام، وانت بتبسطي بده؟ وانت بتبسطي لما تروحي تزوري مامتك ولا لا؟ فكان في عندي حد يقول لي انا بوديها عند مامتها، بس هي عند مامتها بتتضايق، وهو فاكر ان هو الراجل العظيم اللي بيعمل حاجه مش هو بيعاقبها. ففي نقطه كده ان انا اسال اللي قدامي انت بتحب ايه؟ نعم؟ بالظبط. اتفقنا ان احنا عايزين نشتت افكارنا عن القلق واحنا في وسط الخبرات الايجابيه، وان انا اركز ان انا اشبع من الايه؟ الخبره الايجابيه. نجحت البيبر 1 انبسط، ما فكرش البيبر 2. نجحت في الماجستير وقت الانبساط. نجحت ان انا عالج حاله والعيان داخل عليا بيقول لي نجحت، انا مبسوط، انت معايا، انا مبسوط ان انت جنبي. ساعات عينين بيقولوا كلام احنا قلناه واحنا مش فاكرين، بس هو فاكر اللقطه دي، فاكر لمعه عينيك في اللحظه دي، وهم يفكروك. يقول لك انت عارف من 3 سنين انا جيت لك، فانت قلت لي الكلمه دي واثرت في حياتي. انا يا ابني شكرا على ثقتك الغاليه، قلت ايه؟ تمام. يقول لك انت قلت الكلمه الفلانيه دي انا ماشي عليها طول حياتي، خلاص، اوكي. فده مهم ان انا استعيد المشاعر الايجابيه. خليك مبسوط بالحدث ده، استعد وتحكم، وخلي دايما نومك واكلك متوازن، والرياضه والمكيفات والالام الجسديه ايه محتاجه ايه نخلي بالنا منها. طيب جينا بقى وقفنا هنا وقلنا ازاي نلعب رياضه ولا نبعد عن المكيفات. انا قلت ايه؟ الرياضه والمكيفات كلها بعض. الرياضه والمكيفات، نخلي بالنا من المكيفات اللي مش شغاله بقى. لا مش شغلتك فين النهارده؟ جاي منك خصوص. نبعد ليه عن المكيفات؟ بتدينا مشاعر وحشه. عشان انا بعود العيال انه يعمل ايه؟ يتعود على السعاده اللحظيه، وان انا كل الوقت بجد هم طول الوقت اتعودوا على كده. انا متضايق قوي وغرقان قوي، فاقوم اعمل حاجه بسرعه تديني ادرينالين شوت. ايه اللي يحصل؟ انبسط والموضوع يخلص. لا انا عايزه بقى العكس، انا عايزه ان انا اعوده على ايه؟
على ان انا اطلع. عارفين الفرق ما بين الكونسيرتا والريتالين؟ عارفين الفرق كونسيرتا والريتالين؟ كونسيرتا اكستندد ريليز، الريتالين عشان كده الريتالين هو اللي ايه اللي مور ادكتف، يلاقي تنسد تغيير. صح؟ اه والله. تمام اوكي. حلو ان احنا نكيف الدكتور عشان ايه؟ يكيفنا. صح؟ فده نفس الفكره. لما بعود العيان على اللحظات السعيده اكستندد ريليز، وان انت تقدر تجيب السعاده وتوديها، هو بيحس بايه؟ بالتمكين، وان انا قادر اكونترول ماي سيلف. ان انا لما طول الوقت خرجت مع صاحبتي ادتني حبايه لانيكا فانا بقيت كويسه، انا عودت على ايه؟ السعاده اللحظيه علمت كميه كبيره. تمام اوكي. انما انا رحت قعدت اتكلمت مع حد فقعدت واتكلمنا ورحنا وجينا وعملنا وسوينا، وبعدين انا فكيت اخر النهار. تمام، انت عملت حاجه وعملت مجهود. الناس الادكتف مشكلتهم دايما انهم نفس الكلام، كانه عايز يدوس على زرار يجيب ايه؟ السعاده. السعاده، وبالتالي الماده الادمانيه بتديهم ايه؟ السعاده، الشعور ده. تمام اوكي. فبيحصل له اتاتشمنت بالماده، وبتبقى الماده عنده بالنسبه له ايه؟ بابا وماما وانا والوالدي. يعني بتبقى هي بالنسبه له ال، عشان كده لما بتيجي تقطع حد عن الماده ما بيبقاش سهل، لان هو حصل له مش بس اتعود عليها جسمانيا، ده بقت تديله الامان ان انا لما بدور على السعاده بعمل ايه؟ بطلع واحد. تمام؟ نفس الفكره، البنت البوردر لاين بتتعود بتبقى بيهيفيرال ادكشن، عندها مشاكل بيهيفيرال ادكشن، هي بتعمل السلوك يجي لها السعاده، بتعمل السلوك يجي لها السعاده. طب انت عايز تشيل السلوك؟ اهدى بقى كده، عشان السلوك اللي هي معتنقاه ده بيحقق لها افكت. فوانت بتشيله الحرفنه في ايه؟ بشيل بيهيفيرال وبدخل ايه؟ بيهيفيرال تاني، زي الادكشن بالظبط. ينفع اشيل ماده من غير ما ادخل مواد تانيه؟ ينفع اشيل سلوك من غير ما ادخل سلوك تاني؟ ايدك اللي تستاهل قطعها دي ما تعملهاش، لان دي اللي انتكاسه الجايه. تمام؟ يعني ايه؟ يعني في ناس انا هوقف لك البيهيفيرال ده. اب لطيف كده عمل كده في ابنه، لابي يلف حشيش فعمل ايه؟ صورها عمليه عشان امبارح ما تشلش لوحدي بقى، تشلوا معايا. البوس بيحب الوبس، حبسه اوكي، بعد كده سفره في بلد يعيش لوحده في شقه لوحده، ما بيشتغلش، يروح الشغل الصبح ويرجع من الشغل وقاعد لوحده في شقه. ده تمام. والعيان جاي يقول لك بابا الله يبارك له. سفره فين طيب؟ فايه اللي حصل له بقى؟ اسمه ايه؟ محمد. ايه اللي حصل له يا محمد بقى؟ هو غالبا انتكس وراح بقى لحاجه ثانيه. ما انتكس بقى ادكت على حاجه ثانيه. هو راح كل حاجه ثانيه. هو جاله هلوسينيشن اصلا هلوسينيشن. انا قاعد لوحدي ما بين اربع حيطان سنه، وكل ما يجي يرجع يديه فلوس يقول له ما ترجعش. فقاعد ما بين اربع حيطان ما حدش بيكلمه، بيروح الشغل قاعد لوحده في الاوضه ويرجع، وهو النوتي بوي اللي شرب فاتنفى. اوكي، بدا بقى يعيش شخصيات ويجيب ناس يقعدهم معاه في خياله. تمام، زي الحبس الانفرادي. لو جبت حد وحطيته في حبس انفرادي هيحس بايه؟ لا الحمد لله عالجنا الادمان، بس دخلنا ايه؟ سايكوزس. تمام اوكي. كان بيشتغل صح؟ يعني هم عاملين له شغلانه وهميه، هتروح الشغل تقعد على مكتب وترجع من المكتب، بس هو ما بيشتغلش غلط، ما بيديش ورق. انت راجل اللي قاعد على مكتب في الاوضه. طب ما يتحرك اي مشكله. بس جايبالك شقه على النيل، بس انت قاعد لوحدك في الشقه. حد بيجيب لك الاكل دليفري لغايه مكانك. هو سفاره في مكان، يعني هو ما كانش بايده ان هو يفتح الباب. هو معتقد، لا هو معتقد ان هو كده بيبعده عن البيئه التوكسيك. لا قصدي انا كابنه اتصفرت في المكان ده، انا بايدي ان انا افتح. انا شايله جلت ان انا ابن اللذينه اللي لفيت حشيش وبابا تعبان عليا. الولد ممتن ده. ممتن هو مستغرب ان هو بقى عنده ديلوجن وهلوسينيشن. يعني ما انا بطلت الحشيش، هو ممكن السبستنس اللي دخلنا في سايكوزس. بس هي النقطه، انا شلت الادكشن، ما دخلتش حاجه مكاني. انا سبته كده ومعتقد ان كده هيعالج. لا احنا بنقطع على فكره الولد ده انتكس تاني. لما رجع بقى
طب مش احنا قعدنا في المنفى جبنا الهالوسينيشن والدلوجن رجعنا بقى خدنا باقي المواد يعني مش احنا كنا مادتين بس فخلينا باقي الصفحه بس بابا الله يبارك له بيحاول معايا وانا ايه بابا الله يبارك له تمام اوكي ده فكره ان الناس طول الوقت عايزه تعمل كل حاجه بايه بنفسها من غير ما تسال نفس الفكره البوردر لاين بيعمل كده انا عايز اعالج نفسي بنفسي بدور على السيلف ميديكيشن بنفسي بيعملوا حركه ثانيه فاكرين السيلف هارم واول ما تعمل السيلف هارم بتحس بايه سعاده ليه ماشي ده الجزء الكيميكال انا بتكلم بقى في الجزء الديناميك ليه بتبقى سعيده وهي بتعمل ديستروي اللي هي الهير سكين هي تصلح اكتر يا شيخه ما تستحقش هي تستحق العقاب وهي تستحق الالم وهي تستحق المنظر المشوه وهي مشوهه داخليه مش خارجيه بالرغم انها بتبان احيانا انها بيرفكت تمام فمن ضمن الحاجات اللي بنعلمها ساعات العيانين هاتوا معاكوا قلم في الماستر احمر واسود وانت في لحظات الشعور العالي قوي ممكن تعلم على نفسك بالاحمر ودي حاجه اتعملت في الدايلكتيكال بيهيفيرال ثيرابي كده ان علمي بالاحمر بدل ما تعملي ايه كاتنج وعلمي بالاسود كان ايه كان الخياطه بتاعه الجرح عبال ما تهدي وخلي العلامات على ايدك لغايه ايه اليوم ما يعدي ماشي كاني ايه بعلمها واحده واحده ان انا اشيل السيلف هارم وايه اللي هيحصل بعديها هتتعودي على المشهد وبعد شويه هنشيله خالص تمام طيب ليه ما بقولهاش ما تعملي السيلف هارم خالص ولو عملتيه هرميكي في الباسكت يا زباله اوعي تفكري في انتحار اوعي تفكري في انتحار انت معايا اوعي تفكري ايه مش هتخرج تنتحر بس هيبقى عندها افكار انتحاريه مش هتقول لك عليها او هتجرب الانتحارات الخفيه زي ان انا اخش في علاقه مستهلكه وبرده ابقى قلقانه كده انك تسيبيني وهم عندهم مشكله في الاتاتشمنت فهتبقى طول الوقت بتخبي عني معلومات عشان ايه؟ عشان ما تسيبنيش عشان انت كدكتوري ما تسيبنيش فهتعمل ايه؟ اخبي المعلومات المهمه زي ما هي بتعمل مع ايه؟ مع ضحايا العلاقات بتوعها ما بتقولهمش على باقي ايه؟ الديفوهات اللي عندها عشان معتقد ان انا لو قلت ايه اللي هيحصل؟ هتساب انا اسيب ما تسابش اوكي تمام عشان اغير ردود الفعل العاطفيه محتاجه اول حاجه زي ما اتفقنا اسال ايه الشعور اللي انا عايزه اغيره يعني انتوا دلوقتي بعد ما خفنا ايه الشعور اللي احنا عايزين نغيره في الاوضه خوف وطاقه اسال نفسي ايه الحدث المحرك للشعور ان انا طلبت منكم تعملوا ورقه فيها مخاوفكم اسال نفسي ايه افكاري وافتراضاتي وتفسيراتي للحدث اسال نفسي فين التهديد هل لو بابا تعب ايه اللي هيحصل ايه التهديد اللي هيحصل هاخد اجازه من شغلي انا اللي هتحمل مسؤوليه البيت تمام ايه فرص حدوث التهديد ده يعني ايه فرص الحدود بتاعه التهديد ده سقطت في الامتحان خايفه افشل ايه التهديد اللي هيعمل لي الفشل فلوس هتروح عليا فلوس الفلوس اللي هتروح عليا طبعا ده جزء بس ده جزء خساره ولكن ايه التهديد ما خلاص انا ضاعت عليا الوقت ان انا هحتاج وقت تاني وهحتاج فلوس تاني هل هناك بدائل اخرى هل في بدائل ثانيه للافكار والتهديد الموجود هل في بدائل ثانيه عكس الفكره يعني ان انا ممكن انجح مثلا ممكن انجح ممكن لو فشلت مثلا باخدش نفس الوقت يعني احنا كلنا يبقى عندي خبره يعني احنا اول مره بنذاكر بناخد مثلا شهرين في الاول ثاني مره بنذاكر لنفس المواد بناخد شهر ثلاث شهور دي يا احمد لما بتبقى المخاوف اتملكت منك يعني انت فاهم انما العادي ان انت في اول مره بتذاكر بتقوم يعني ايه جايب كل الايفورت وعملت بقى وقفلت العياده وعملت وسوات وقعدت في البرميل زي ما دكتور اسامه كان بيقول لنا ماشي قعدنا وذاكرنا بعد شويه سقط فخلاص بقى خدت وقت الحزن بتاعك فبتقوم بعد شويه تعمل ايه؟ نورماليزيشن بتستنى شويه داتا وبعد شويه بنرجع تاني كل ما انا براجع المعلومات ما باخدش فيها وقت وبالتالي المره اللي بعدها بتبقى شهر المره اللي بعدها اسبوعين اوكي المره اللي بعدها كل ده انا بسقط ولا حاجه
داخل الامتحان بقمة الثبات الانفعالي وداخل، عشان انا اتعلمت ان مش في كتر المذاكره. ايه اللي بيحصل في المره دي؟ كل راسه بنجح، مع اني ساعات ناس كتير قوي ما بتبقاش وقفت شغلها. الناس اللي بتمتحن ام ار سي سايك يقولوا كده، اول مره ووقفوا العياده وبتاع والفلوس كانت حرقاهم قوي، ودخلوا بعد الايميل ما جاء اتصدموا. تاني مره، تالت مره بقى اللي هو ايه، يلا. هي دي المره اللي بينجح فيها، اللي هو زي ما قلنا قبل كده الاستسلام، ان انا بسلم، ولما بسلم القلق والخوف بيهدى. ايه اللي بيحصل؟ الاداء بيبقى متحسن جدا، لان البريفرونتال كورتكس بيبقى هو اللي شغال. العقل المنطقي، انت داخل عليه ممتحن هادي مبتسم بتاع، هو بيزعق انت بتبص في الارض خلص زي بتقول يعني باصص له تاني، اللي هو ايه؟ ايه بقى؟ اعمل اللي عايز تعمله. اخرك ايه؟ انت وضميرك، تمام؟ اوكي؟ بس الاحساس ده بيدي ايه للممتحن؟ انت واثق من نفسك. ان انت واثق من نفسك ما بيجيلوش احساس انك يائس. مش اوكي؟ انت لدرجه من الثقه اللي هو اعمل اللي تعمله. ودي الدرجه اللي الممتحن فيها ما بيحسش بتهديد هو رافع، ان انت مش محترمه وبتاع، انما انت انسان كويس وداخل الامتحان عادي، وان ده جاست ايه؟ امتحان. اوكي؟ وطبعا الممتحنين بتوعنا اتقال امتحانات. اوكي؟ فساعات بتبقى في رغبه، عشان انا دخلت امتحانات قبل كده وكنت انا بمتحن، بدات احس كده ان شعور اللي قاعد بيمتحن غير شعور الممتحن خالص. شعور اللي قاعد بيمتحن ده قاعد ايه؟ ياكل شويه ويشرب شويه، ويا ترى بيفكر، وكاتب ثلاث اربع اسئله على جنبه وعمال بيقول له. والاسئله دي عشان جات له في العياده امبارح. اصلا. ايه ده يعني؟ ده اتفرج على فيلم عربي مش فيه حسابات. طب التقييم بيتم على ايه؟ على حاجات كتير قوي، عشان اليد ساعات ورقه فيها تقييمات اللي هو الشكل والاداء والمش عارفه ايه، يعني ما بيبقاش كل التقييم على الماده العلميه. فدي برضو حاجات انا وانا انا اللي بمتحن ما كنتش واخده بالي منها، انا فاكره ان معلوماتي دي اللي ليها لازمه. اوكي؟ فده دي طبعا حاجه من الحاجات اللي بتبقى محتاجه ان احنا نتدرب عليها، ان انا ازاي ارد وازاي اعمل، ازاي من قدامي يقعد يهزر مع زميله مثلا الممتحن، ولا يتخانق معايا او يتريق عليا قدام التاني، ان السلوك مين، ولا كاني اعرف ان انا بعمل كده وبعدين ارد. تمام؟ طيب اعمل العكس. يعني ايه اعمل العكس؟ زمان كانوا في كلمه كده اسمها اعمل ايه؟ الصح. الصح دي نعملها ان شاء الله لما نعمل تو دو ليست، فانا اعمل فيها الاهداف بتاعتي، وكل ما اخلص حاجه اعمل ايه؟ الصح. هنا بقى هنعمل حاجه ثانيه، هنعمل ايه؟ العكس. يعني ايه اعمل العكس؟ انا دلوقتي عندي شعور خوف وقلق من حاجه جايه انا مش عارفاه، والشعور ده متملكني هنا ودلوقتي، بس الشعور ده ليه اساس ولا جاست ان اساسه في دماغي؟ تمام؟ انا عايز اعمل العكس، يعني هعمل عكس الشعور. الشعور الخوف ده او القلق بيقول لي اقوم دلوقتي اخرج مع اصحابي ادي المحاضره، ولا كان هيقول لي اقعدي في البيت النهارده؟ اقعدي في البيت. قول له رايح، مش حاجه نافعه، بعدين هتديهم مين؟ ما العلم كده كده موجود، بقبل منك تدوم وما فيش اي حاجه. ايه الكلمتين دول اللي هيفرقوا؟ قول يا علاء. عم ضياء. طبيعي. قول له رايح. قول له رايح، وبعدين ما فيش يعني. بعدين شوفوا مثلا احنا كنا كام ودلوقتي كام واحد غايب النهارده؟ محدش بيحترمني. ده يخليني اقعد ولا اعمل؟ طب بعد ما اقعد احس بايه؟ زعل. ليه؟ ذنب بقى. عشان ما عملتش، وعشان انا كنت حاسس وما بعملش، بقى حاسس وعامل فالموضوع ده. اتاكد. وايه تاني؟ وان انا كمان ما عملتش التاسكات اللي عليا، فبقى عندي الاحساسين. عشان كده مهم جدا مع البوردر لاين ومعانا، ان انا لما اكون حاسس بشعور ملوش اساس هنا دلوقتي، مفيش حاجه دلوقتي بتخوفني، بابا دلوقتي مش تعبان، ماما دلوقتي قاعده، ابني دلوقتي كويس، انا ليه قلقان من اللي بيحصل في المستقبل؟ اوكي؟ فانا شعور الخوف ده شعور تبع الهيبوكامبس زي ما اتفقنا، وعمال يجري في دماغي، اقوم اعمل ايه؟ العكس. ايه ده؟ يعني مش دي المشاعر اللي انا احترمها واقعد لها واستسلمها؟ لا لا لا، احنا بنستسلم للحاجات اللي هي ايفيدنس. انت حاصل لك حاله وفاه، اتنيل اعطيت،
انت حاصل لك سقوط اقعد عيط ماشي اوكي واقفل تليفونك كده و... انا سقطت اوكي او حصل لي طلاق عارفين الستات اللي اول ما تطلق تقوم عامله ديفورس بارتي دي ما بتحترمش مشاعر او الراجل اللي هو بيموف اون تاني يوم الصبح ده اوكي لا ده مش محترم مشاعره حتى لو كان الطلاق ده ليه تتهد اوكي فنفس الفكره وانا بعمل العكس يعني بعمل عكس الشعور ليه لان الشعور ده مش موجود دلوقتي عاده معظم البوردر لاين عندهم مشاكل في الاكستاجيريتد بتاعه الاحداث فانا محتاجه اعلمهم ايه مش كل شويه يستجيبوا للايه للانذارات الخاطئه اللي بتحصل صوري كده ليه بيعلمونا دايما ان احنا نعمل حاجه اسمها يعني في المستشفيات الكبيره ان شاء الله اللي يخرج بره مصر هيعلموكم كده ان في حاجه اسمها مقاومه الحريق يعني ان انتوا تقوموا ويبقى في جرس زي جرس الحريق وان انتوا تنزلوا من السلالم ما تستخدموش الاسانسيرات وان احنا ما ندفعش واسط كان بيعملوه في المدارس برضه ماشي ليه بنتعود على ده احنا هايفه بروفا اوكي بعد شويه لما ده هيحصل بالظبط طيب نفس الكلام انا بعودك لما يحصل مشاعر ملهاش اساس اعمل عكسها يعني المشاعر بتقول لي ما تروحيش الفرح او ما البس واروح ايه المشاعر بتقول لي ما تجيش المحاضره النهارده انت تعبانه واشك ان كل واحد فيكم النهارده كان عايز يجي ماشي فانت قاعد بس لبست وجيت اول ما بتلبس وتنزل المحاضره وبتمشي ايه اللي بيحصل المشاعر دي بتبقى موجوده ولا بتروح المشاعر دي بتروح لما بترجع البيت بتبقى عامل ازاي احسن بتبقى احسن بكتير من لما تكون قاعد عشان كده بنعود عيالنا ان البيهيفيرال اكتيفيشن ان احنا بنزقهم للسلوك دي حاجه اساسيه ماشي ازاي اعمل العكس بقى خطوه بخطوه اول حاجه اتعرف على الشعور انا حاسس بقلق حاسس بغضب حاسس مش عارفه ايه انا عايزه اروح امسك في رقبه المدير بتاعي انا عايزه اروح مش عارفه ايه اتعرف على شعور اراجع الحقائق هل ينفع امسك في رقبه المدير بتاعي هيرشيني هيعمل لي مش عارفه ايه هيقول لي ايه طب دي مبرره هل انا ليا ان انا اعمل كده زي واحده تقول لي انا نفسي امسك ماما مثلا وهي بتتكلم مع خالته كده وتشتكي مني هضربها هل هينفع ماشي فراجع الحقائق يعني ايه راجع الحقائق اشوف انا فين واللي قدامي ده فين عشان ما اروحش اعمل ايه اضر نفسي عاده البوردر لاين بيضرب ابوه بتزعق في جوزها واحيانا بتضربه او تهدده بالسكينه ساعات اوكي ايه اللي بيحصل كمان تسيب الشرطه تروح تمسك في ضابط واقف وتتخانق معاه تروح تتكلم مع بلطجي في الشارع يعني كان عندنا واحده اللي هو قاعده في وسط السواقين وقاعده تتكلم عادي وبتاع وهي بنوته قد كده بتقول ايه عادي يعني مفيش حد هيعمل لي حاجه يعني ليه محدش يعمل لي حاجه ففي دايما مشكله في البرج الجيمي فانا طول الوقت عايزاه علمنا انها تراجع ايه اعرف واصف الرغبه الملحه للشعور المسيطر انتوا دلوقتي عندكم رغبه ملحه ان احنا نخلص الجلسه مثلا فاعرف الرغبه الملحه دي عايزه مني ايه عايزه انا اقوم امشي اعمل الرغبه الملحه اقاوم الرغبه الملحه وكل ما قاومت الرغبه الملحه كل ما حسيت بالتمكين اوكي اسال عقلي الحكيم التعبير والتصرف ده حلو ولا وحش العقل الحكيم ده جزء جوانا كلنا لما بنلجا له اللي هو ايه المناسب ليا وايه المنطقي في الموقف اللي انا فيه دلوقتي اللي هو الدمج ما بين المنطق وما بين الايه الشعور اعرف التصرف العكسي للرغبه الملحه الرغبه الملحه دلوقتي بتقني بتقول لي ان انا اقوم امشي انا اعمل ايه اعمل العكس للاخر يعني بدل ما اجي شويه اقول لكم مش النهارده انا وماشيه عشان انا متضايقه قوي النهارده اعمل العكس للاخر يعني ان انا اعمل ايه الجلسه للاخر هستمر في عمل العكس لغايه ما الرغبه الملحه المرتبطه بالشعور المسيطر تختفي او تتغير السلايد دي مهمه جدا عشان دي اللي فيها ازاي ان انا بعلم العيان ياخد خطوات جديه تحت ان هو يعمل ايه في نفسه يغير مشاعره طيب دلوقتي طبعا عشان الناس اللي كانت عندهم رغبه مريحه انهم يمشوا فهيفوت عليهم التمرين ده ماشي احنا دلوقتي كل واحد هياخد
ليمونة؟ ايه؟ انا عايزة بس انت فاهم معني كده مش لازم اول حاجة جاي في بالك ده يدل على ان دماغك معصور عليها لفنون كتير معلش يا هذا كل واحد هيختار هو ليمونة بايده ولا ما تستني على رزقك يا حاج لا كل واحدة يختار ليمونة بسرعة يا بنات نقي ليمون نقي كيلو ب20 مش نقي كيلو ب10 ايه هنقي لا بصراحه هو ما اعرفش هو ازاي في فاطمه من دفتر التدريب هي اللي تجيب الليمون بس بعد سنه كده الليمون مهم في تدريب الدي بي تي على فكره الليمون مهم في تدريب الدي بي تي ان شاء الله عشان الدي عايز يطلع ليمون بعد خلاص اصبع يا شباب عشان نعمل التست ونقدم اي حد ماشي قبل ما نعمل التست حطي واحده كده انا قلت كده هو انت مين قال لك ان انا سبايك عشمانيه لا 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 ما توزعش خليهم هم اللي يختاروا ايه خلاص اختيار الحاجه ده بناء على اختياراتهم هم لا اختار واحدة من الأربعة لا ممكن كله شكل بعض الله أعلم نشوف دلوقتي الشباب اللي ورا ما تيجوا كده خدتوا لا هتاخدوا خدوا لا مش هسيبه لكم ده تيست ده تمرين انتوا معانا في التمرينات دي ولا مين؟ حد ما خدش؟ اه ورا يلا بينا كله خد محمد قاير خدته هاتي ليمونه اختار لي كيس بقى وهات لي باقي كيس انا عايزه حد معاه كيس تاني كيس فاضي تسلم والله شوف البركه انا كنت قاعده وانا جايه يا ترى هيكمل عمل التدريب مش ليك فاكرين زمان ايام النيورو لما كنا بنجيب فلفل وملح ونعناع وبن عشان قال يفقد مش عارفه ايه من زمان بالنسبة لي كنت تروح بالشنطة وماما تقول لي بتعملي ايه صعبة بسيب الحاجة بس عايزة كيس أو حاجة تانية ممكن نفضي ده ممكن استغلال المصادر اللي معايا كل واحد فينا أنا هظبط التايمر لثلاث دقايق عايزة في الثلاث دقايق دول تبدأ تمسك الليمونة اللي في إيدك وتبدأ تعمل لها فل observation وبعد كده هطلب منك انك توصفها بدقه اوكي 3 دقايق بالمصري لمده 3 دقايق تعمل لها good observation ممكن استلم الورقه كل الحواس كل الحواس متاحه نستخدم الورقة والقلم ونكتب الوصف في ورقة وقلم
احنا بنسمع لو حد ايه قلم، حد عايز قلم؟ اوكي طبعا ورقه، خد ورقه. يلا يا شباب تمام. كم حد خلص؟ شطاطير شطاطير يلا بينا. كل حد وصف الليمونة كويس؟ اوكي كنت عايزه اعمل كده على فكره بس معلش انت ليه كلتها؟ انا كان قلبي خد ليمونه ثانيه واعمل عليها تيست من غير ما تاكلها. هو ده تيست مختلف. لا 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 ما تاخدش من الليمون ده، لا حاجه ولا حاجه، ده ليمون صحابه. ايه بص انا حسيت بيه اكتر. ايه انا حسيت بيه اكتر؟ ما عشان تحب حاجه محتاج تتخلي عنها كتير. ما انا عشان كده كل ما تحب حاجه وتتمسك بيها هي كده بتملكك مش انت بتملكك. هو كان بيختبر حاسه التذوق او عنده ميول من ميول التملك ان هو ياخدها ويعرف اللي جواها ويكتشف. حصل ايوه. اوصف الليمونه الثانيه اللي معايا. لا 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 ما هجيبها لكم تاني. كلنا عندنا حب تمام. لا يعني تمام ارتبطنا بالبعيد اللي حصل لنا. لا خلاص الثانيه بقى لا سيبها للاخر فاحنا هناخدها منه تاني. مكلها من غير غسيل من غير اي حاجه. انبسط ده كده بقيت سموجه. هتوزوا بالليمون كل الحب كده. معلش بقى محمود خلاص وقتك خلص. ايه ده انت هتعرف هتعرفين عليها ولا ايه؟ صور انا عارف بتاعتي مش تمام بس انا حبيت دي اكتر. استنى عشان اتعرف عليها. لا خلاص خلي ليمون هو فرصته احسن. هو ما حدش ياخد ليمون عشان لو اخطات كله هيخطا بعد. انتوا شايفين كده؟ خليكم محتفظين بالفكره دي. هات هات هات
تشتري ليمون. يلا اللي بعد يلا. ها يلا ممكن كذا حد في نفس الوقت عشان نمس. لا بتضحكوا على ايه؟ تقولوا لي بتضحكوا على ايه وانا احاول اسمي الجمله بتاعتها فين بالظبط. هنعمل ايه دلوقتي؟ عرفتي ليمونتك؟ لسه هشوفها بصراحه. هاتش ياخد ليمونتي يا جماعه. التمرين ده من التمرينات الممتعه جدا في الجروب سيرابي. ليه بقى مليان كل الديتيلز اللي احنا هنقولها دلوقتي كلها حاجات زي كده. نعملها بقى بليمون مش هتاكل حاجه يا محمود لغايه لما نقول ناكل. روح الاختيار بالظبط. بنات اللي ورا احنا اخترنا ولا لسه؟ سايبين الرجاله تختار فبقى يعني. شفتوا لما حد يقول لجوزه انزل نقيها انتوا واخدين بالكم؟ ده عملي. ده عملي. في مشكله. بص البنات اختارت قد ايه وهم اختاروا قد ايه. لا 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 على ايه؟ بالظبط. انت احساسك انك هتلمسي ليمونه اتلمست قبل كده. طب البنات هنا ما خدوش الليمون بتاعهم؟ ايه يا خدتي الليمونه بتاعتك؟ حسيت ايه يا محمد وانت بتختار الليمونه بتاعتك؟ في الاول ولا دلوقتي؟ دلوقتي. يعني لقيتها في المصاد دي يعني. لقيتها ممكن انا يعني انا ملاحظ في علاقه كويسه بيني وبينك. بدل ما نعرف بعض. قولي وصفتها ازاي؟ بس حسيت ان لمونتك مهما لف تجيلك. الحمد لله. ده رزق برضه. وان الحظوظ في الدنيا. مش سيئه ان شده في قطر صراحه. هو عامل ايه؟ هو عامل ايه؟ بس مش ملكي لك. هي كلمونه حاجه متوسط. خضراء وفيها شويه صفات كده وعليها سكورز. دلوقتي انا ستة يعني انا ما بشوفش دلوقتي انا عمي عيني. فانا دلوقتي عايزه لما امسك ليمون محمد اعرفه. لو سمحت انت بتقولي الديتيلز خليه محدد ودقيق. بشيء ان انت بتوصف حد حاجه فعليا انت الوحيد اللي شايفها وانا عايزه لو انا جيت دورت وراه اعرفها. اوكي؟ انا دلوقتي هقعد كده وكلنا هنعمل نفس البتاع ان احنا عايزين نتعرف على ليمون محمد. يلا بس. فانت دلوقتي هتقول ايه بقى؟ كاتب نفسك وصف مادي. مادي. هي الليمونه متوسط مش كبيره. الليمونه دي نوع من انواع الفاكهه؟ ليمونه. حجمها متوسط مش كبير. فرص هنا اسهل. شبه الطروية ومن الاطراف من فوق ومن تحت مبططة شوية. دبابة ولا مبططة؟ مبططة. من القمة والاطراف.
بس القمه فيها بروز صغير لونه بني. قد ايه البروز ده؟ ايه بروز صغير جدا صغير ده قد ايه؟ مثلا لاعب صغير بتاعك. البروز ده يعني يعتبر شكلها من كده مش عارف كده من فين. في اتنين ما اخدوش؟ وحوالين البروز ده في قطع صغيره لونها بني. يعني ملمسها مختلف عن ملمس الليمونه نفسها. ملمسها ناشف. ليها ريحه ليها شكلها خفيفه. شكلها خفيفه مش باينه قوي ان هي ريحه ليمون. لو بصيت لو دورت الليمونه كده هلاقي فيها نقط صفرا صغيره مختلف عن اللون الاخضر العام اللي موجود في الليمون. وهلاقي كمان زي سكارز كده يعني تحس ان الليمونه متجرحه كذا يعني سريع ده عامله قطن انا كنت اعرف ان انا هحتاج ادور عليها تاني بس انا كنت بحاول ادوق طعمها يعني. تمام. فكرت في مصيرها بقى ماضيها ومستقبلها هيبقى ايه؟ واخدين بالكم ايه اللي حصل؟ ارتبط التفكير سبب. دي اللي احنا بنعمله طول الوقت في مشاعرنا يا اما بطلع لقدام يا اما برجع لورا. يا اما افكر في الماضي بتاع الليمونه ده وهي جايه من على الشجر يا اما افكر في مستقبلها في طبق السلطه. انا في الاول وفي الاخر محتاجه اعيشها ايه هنا ودلوقتي وغير كده هاخدها معايا ولا اسيبها ما اعرفش. احنا محتاجين نعمل ايه في شعورنا؟ نعيشه لا نمسك فيه قوي ولا ايه نفس فيه ولا نسيبه خالص ونجبده مجرد نحسه. تمام اوكي تمام. حد تاني يوصف وصف دقيق للليمونه بتاعته. قولي يا نرمين تعالي صوتك بقى عشان عندي مشكله في السمع. هي انا اول انبسطت ان انا لقيت على طول. انبسطت ده ايه؟ حب بس مش عارف مش عارف فرحه مشاعر ماشي. هي لونها اصفر مميز. يعني ايه اصفر مميز دي؟ انا واحده عامه اعرف ازاي الاصفر المميز من الاصفر الغير مميز. معظمها اصفر اصفر فاتح اصفر غامق اصفر ايه بالظبط؟ شبه لون ايه؟ اصفر بغداد شبه لون بدون احكام وجود اوبزرفيشن وجود ديسكريبشن ان انا اوصف بدقه. تمام اوكي. ليه اوصف بدقه؟ عشان نوصل عشان احنا ساعات بيبقى عندنا خطا من اخطاء التفكير الكبيره جدا اللي هو مايند ريدنج. ان انا اتوقع ان الاخر فاهمني وهو في حته وانا في حته. كم حد فينا مثلا لما اقول له يعني ايه احتواء؟ انا محتاجه احتواء يا ابراهيم. تحس بايه؟ يعني ايه عايزه ايه؟ اعمل لحمه. اعمل مثلا ايه؟ هي كانت محتاجه حض اصلا. هي قالت كده وسكتت. ولا حاضر ان شاء الله. لحمه. ايه؟ هو فهمها كيلو لحمه. ممكن كيلو لحمه او هو افتكر انها برضه بتقول له عايزه معنى لحياتي او اي حاجه. ما كانش بتقول احتواء اصلا، كانت بتقول انا عايز حضن يا ابراهيم. اه تمام اوكي. حتى الحضن يا محمد ممكن ما تكونش هي قايله له هي عايزاه ازاي. بمعنى يعني حتى الحضن بيبقى احضان مختلفه. في الحضن اللي هو السوبرفيشال ده اللي انتوا واحنا بنقابل بعض الصبح صباح الفل تك تك تمام. وفي الحضن اللي هو بنجيب القلب على القلب كده وبنحس بطمأنينه. وفي حضن تاني اللي هو حضن التمسك قوي لما بنبقى خايفين. الاحضان مختلفه. هي قالت انا عايزه حضن. ايه وصف الحضن اللي هي عايزاه؟ ايه وصف المشاعر اللي هي عايزاها؟ انا ليه وانا عايزه احكي لك عن مشاعري اتفه واقول لك انا مخنوقه واسكت؟ ما انا محتاجه ايه؟ اطلع مور ديتيلز عشان اللي قدامي يبقى ايه اللي حاصل له؟ يوصل له الصوره كامله.
يبقى فاهم ومستوعب انت حاسس بايه دلوقتي. يلا يا نرمين كملي. حجمها بالنسبه لي متوسط الى كبير، فهو بالنسبه لي انا قطرها كام سنتي؟ مش بالسنتي يعني عشان معيش قد ايه. طيب على عقله صباع البني ادم العادي عقله فوق تمام. ليها بيض قطب ناشف 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 مكان القطف ناشف زي مكان القطف اي فتحه بيبقى فيه زي بطيخه بتبقى ناشفه كده مستويه بيبقى فيها حته. ايوه عارفه الاطفال مش انت كنت شغاله اطفال ناشف زي ايه؟ زي الكرسي ولا ناق ولا طري زي يعني احنا بنمثل بحاجه زي المارشميلو لا انا اقصد ناشف انه مش ناشف زي الخشبه زي الخشب ناشف في الشكل بتاع القطف بتاع السمك. هي تقصد ال انا عارفه يعني انا عايزه اوصل معاها ان هي وهي بتوصف لحد اعمى مش ناشف زي احنا عايزين زي ايه؟ ادي مثال زي مثال القطف هو مكان عرف الثمار بيبقى واحد كله زي بعضه؟ الجزء الناشف بيبقى ناشف معروف زي بعضه؟ انا معرفش والله انا مش شفت غطف زي البطيخ زي البطيخ ناشف عديها زي ايه؟ كانوا يقول الهايلاند بتاعه هايلاند والقطب الثاني بارز بارز حاجه تحس بشكل قليل قوي قد العدسيه ماشي ايه واخضر تمام. دي هي ناعمه كلها على بعضها ليها ريحه خشنه لا فيها نقط سودا لونها هي نفسها وفيها نقط سودا انها متبصره. تمام. احساسك ايه وانت بتنقي الليمون؟ حسيتي بايه والتمرين ده خد معاكي وقت قد ايه؟ وكان ايه افكارك وانت بتجيبي الليمونه بتاعتك تاني؟ انا كنت فاكره وانا بجيبها تاني الفكره وانت بتختاريها اولاني حسيتي بايه وانت بتختاريها تاني حسيتي بايه؟ طيب هي كانت فكره مش احساس في اول مره انا كنت فاكره ان انا هاخدها ودي اكتر حاجه استخدمها النهارده بالظبط دي كانت الفكره يعني بصراحه بقالي كتير قوي عايزه اجيب لمون من السلسله. برافو برافو. فده كشعور كان فرحه. المرة الثانية الأفكار كانت أفكار إلى حد ما ألاقيها ولا لأ هتاخدها ولا لأ أنا أصلا هعرفها ده اسمه لأ. إيه؟ اللي هي فيه ده اسمه إيه؟ فرستريشن قلق قلق وتوتر وهعرف أتصرف ولا لأ تمام أبريتش وصرف شعورك إيه لما لقيتيها؟ يعني ده أنا مش بس لقيتها أنا أول ما شفتها عرفتها على طول أول ما شفتها عرفتها عكس الأفكار اللي كانت موجودة حسيت بفرحة برضه ساتسفاكشن ان انا حصل لي تمام. ها آية وصفي ليمونتك. هو انا ما لقيتش ليمونتي. طب ما تجيش ليمونتك في ليمونتين هنا مش عارفين تبع مين. هو دي كانت قريبة لكن انا ما لقيتش ليمونتي بس مش هي. اه تمام ده معناه ان في حد خد ليمونتك. ايوه احساسك ايه ان حد خد ليمونتك؟ خيانة. خيانة. هو صح كده. وايه وان حد ضحك على نفسه وافتكر انها لمون او يعني عايز او تشابه عليه اللمون تشابه عليه اللمون ايه شبه يعني ممكن اقول ان هي شبه لمون سيكريم زي ايه ايش الكونسيستنسي بتاعتها شبه لمون سيكريم. احنا عايزين نقصد بالعربي عشان انا بحس ان احنا بنستخدم الانجليزي عشان نداري على وهاي لمون يعني هيك يعني طريقه لحد ما يعني ايه حد مادي ما ده نفسه ايه جود دكتور جود اوبزرفر قولي كل حاجه اعترفي يا ايه يعني ممكن اضغط عليها اضغط عليها ومبقاش في لي تمام هل بحس الميه اللي في ايه زي انا مبسوطه ان انت عرفتي ان دي مش لمونتك ده برضو الغرض من التسلسل ان تاخد بالك وايه اللي تبعك وايه اللي مش تبعك ايه بتاعك ومش بتاعك لان كتير احنا بنعمل ايه
بنبقى عايزين نخلص الدنيا فناخد اي حاجه خلاص. بنلم بنلم او بنسرق او بنجي او بنعتقد انها بتاعتنا. مش بس المشاعر ده، احنا بنعمل ده في الاحتياجات والعوزان بتاع الناس. انت محتاجه تبقى دكتوره كويسه فانا اختك فعايزه ابقى دكتوره كويسه زيك. ده بتاعي؟ لا ده بتاعك انت. ماشي؟ ففكره ان انا اعرف بتاعي مين اللي مش بتاعي ده جزء من غرض التست. اوكي؟ واحساسي ايه ان انا اخد حاجتي ومحدش ياخدها؟ احساس حلو. واحساسي التاني ان انا ابقى جود اوبزرفر، ان انا اخد بالي من التفاصيل الدقيقه قوي اللي في الحاجه اللي انا ما باخدش بالي منها. كم حد فينا وهو بيمسك ليمونه بيعمل مايند فولنس للليمونه كده؟ بنذبحها على طول. بنذبحها على طول. الرجاله وهم ماسكين الليمون احساسك ايه يا رجل؟ اه وصف لي ليمونه. مش مطوره بالظبط، مش دائريه. مش دائريه بالظبط، هي فيها نتين. لما ابص عليها بتبقى في سمتين، لو قلبتها 90 درجه كده السمتين دي بتروح، لان الناحيه المطوله منها مين في ايه تعليقكم على وصف رامي؟ مهندس. حد كان حابب يوصف زيي؟ اه. فكتير ناس بيبقى عندها وصف للمشاعر دي فبتعرف توصف الحاجه وحسافرها، وفي ناس تانية ما عندهمش المهارة دي ففعلا يبقى جواهم وجع بس مش عارفين ايه يخرجوه، ما بيعرفوش يوصفوه، مش عارف يقول هو اه حاسس بالحاجة وعارف قد ايه انها مهمة وكبيرة وطويلة وبيعمل، بس لما يسمع حد بيوصف مشاعره قوي بطريقة فيها ديتيلز يحس بإحساسين عكس بعض. ليه؟ اول حاجة بيفرح ان في حد حاسس زي ما هو حاسس، بيزعل مش عارف اللي مش عارف يقول زيه كده. عشان كده مهم وانا في كل مره من الجلسات ان انا اعلم العيان بتاعي ان هو يعمل ايه؟ يعبر، يوصفه ويعبر. طب لو قال لي كلام مجمل او حب انجز، اه يعني الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت مسوي ايه؟ تمام. اعمل انا ايه؟ السلام عليكم. تفاصيل شفتوني وانا برخم وبقول ايه وايه تاني وقد ايه؟ طب وازاي؟ ودي عرفتها ازاي؟ طب هو خلقه ضيق يعني. نعم؟ هو خلقه ضيق يعني، لو هو بيقول لك مش عايز أعرف. هو خلقه ضيق. اه احنا واحنا بنعمل التست دلوقتي انا متوقع ان انا وانا بسال حد يعني ممكن يجي في دماغه ما تنجزش. اه تمام. حلو، بس انت ليه ما قلتليش انجزه؟ هرجع تاني ايامز اكسبرت يوم لما انت تيجي تقولي وبعدين يا دكتوره يعني انت عايزه ننهي الموضوع ده، هتعرف دلوقتي بعد شويه لما يتكلم يحس بيه. انت لما وصفت الليمونه بتاعتك وعرفتها وجبتها وبعدين حسيت ان انا عارفه الليمونه بتاعتك معايا، خلاص فهمت اللي انت قلته، حسيت بيه؟ اهدى شويه. بالظبط، اهدى ومبسوط ان ده انا كمان عرفت لمونتي وعرفت اوصل الوصف بتاعها. طب ده مش كان محسسك بتوتر اول ما قلت لك يا ماما تقول الوصف الليمونه؟ اه بس بعديها ارتحت. نفس الكلام وانا بعود العيان بتاعي يوصف مشاعره، كل ما اجي اضغط عليه انه يوصفها ايه اللي هيحصل؟ ريزيستنت. السؤال زي ما انا عملت فاليديشن لايه، هي لما قالت فعلا مش لمونتي وانا اكتشفت مش عارفه ايه، تمام كويس. زي لما تيجي تقول لك انا فلان تعب في الشغل فانا مسكته وحطيته ووديته العربيه وعملت وفي الاخر ما هنش عليه يقول لي شكرا. هو انت كنت محتاجه تعملي ده ولا اهله اللي كانوا محتاجين يعملوا ده؟ فدي مشاعرك ولا مشاعرهم؟ دي ده 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 ده, ده وظيفتك ولا وظيفتهم؟ تمام. فنعمل فاليديشن ان كويس، لا الموقف ده كان محتاج يتقال لك شكرا، بس اساسا الموضوع ده ايه؟ مش بتاعك. شوفوا احنا بنعلم العيانين ايه؟ بنعلمهم غير تنظيم المشاعر معرفه ايه؟ حدود مسؤوليتهم واحتياجاتهم وحدودهم
وزي ان انا اوصفها بشكل ايه دقيق. وكل ما بدات ابسط الامثله كل ما بدانا نبدا نعلي من اول وجديد زي ان انا اتلامس بالاشياء. طيب الوعي بالمشاعر الحاليه مهم قوي، ان انا اعرف انا حاسس ايه هنا ودلوقتي، وابقى طول الوقت بسال نفسي هل المشاعر اللي انا فيها دي كارثيه ولا لا. بمعنى لما لو ما لقيتش الليمونه هحس بايه؟ لو زي هبه ما قالت لعلاء، قالت له ده كده علاء عنده فرصه اكبر انه يلاقي الليمونه بتاعته. هل دي حقيقه؟ بالعكس ولا الليمون كتير فانا فرصتي اضعف. بالظبط انا جربتها بقى كانت الفرصه فعلا. ما عشان كده انا خدت هنا واديتها لي، قلت ما لا ما لقيهاش واحنا بننظر حلو عايش الاحداث. انا ما لقيهاش اسهل، ان انا ما لقيهاش او الاقيها في الاخر اسهل لان الاختيارات هتقل. بس في ناس طول الوقت كده احساسهم ان انا لما اتحط في السيتويشن، انا طول ما انا شايف السيتويشن من بعيد احساسي انه كارثي، مستحيل ان انا اعدي بيه، مستحيل ان انا اعرفه. احساسك ايه علاء من اول مره لقيت الليمونه ولقيت؟ اول مره بسرعه كده لقيت فيه جاز تمام ومتاكد بعد نص متاكد انها ايه؟ هل قبل بقى لو انا كنت قلت لك وانا بلم الليمون ان انت هتلاقي ليمون ده كنت هتصدقني؟ حتى كان هيصدق ان انت ممكن تعرف تلاقي ليمونه بتاعتك؟ انا كنت فاكر ان انا الاقي الليمونه ده اللي بيحصل، ان احنا طول الوقت بنحس بالكارثه قبل ما بتحصل وبنحس انها كبيره اول ما بنعيشها عادي. وده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعلمها للعيانين، ان انا ممكن اديها ايه اكزامبلز وحاجات صغيره تحس بيها جوه الجلسه عشان اعودها بايه بانها نوت ديزاستر. اوكي، وان احنا ازاي هاو تو اوفر كام الموضوع، ازاي ان احنا نوصفه. هل لما قلت لكم اكتبوا المخاوف بتاعتكم كتبتوها؟ تمام. حسيتوا بالمشاعر الخوف والقلق؟ تمام. المشاعر الخوف والقلق قعدت قد ايه؟ لحظه شويه، خدت حوالي نص ساعه لساعه ربع. دلوقتي بعد التيست بتاع الليمون في مشاعر خوف وقلق في الاوضه؟ حسوا كده. اللي هيشتغل جروب سيرفيس يا جماعه هيبقى عارف الموضوع ده. يعني ايه؟ احساس بجو الاوضه، بالجو العام للاوضه. تمام؟ نفس الفكره، احساسكم ايه دلوقتي؟ من حته ثانيه خالص. خلاص؟ نفس الفكره. لما بخلي العيانين يحسوا بده، وده كمان بنستخدمه مع الفوبيا والهلع، ان مفيش ديزاستر ولا حاجه. عيش نفس الاحساس، في اول التيست العيان بيبقى خايف متوتر، حاسس ان انت هتدخله في دروما، وزي اللي بنعمله مع عيانين الاندي ار، ان انا بجيبه بقعده وبهيئه، بس بناخدهم ايه؟ حته حته. تمام؟ وبعلمه ان المخاوف ما ايه؟ هي اسمها مخاوف، بس هي ايه؟ ما بيخوفش. دي حاجه صناعه بشريه انا كبرتها وبعدين ايه؟ خفت منها. وديت رياكشن اعلى منه. عشان كده الوعي بالمشاعر اهم حاجه. هتعامل ازاي مع المشاعر الصعبه؟ هتعامل معاها ازاي؟ نستسلم لها ساعتها وبعد كده نفكر اللي وراها. تمام. ومهم قوي ان انا وانا في وسط المشاعر وجوه المشاعر ان انا اعمل لنفسي ايه؟ every stress brain activity. مهم بقى وانا في فوقة المشاعر اعمل ايه؟ اغير مكاني. واحده اكتشفت ان جوزها بيخونها، واحد اكتشف انه صغير، واحده اكتشفت حاجه فعلا موقف صعب. ما اخدش قرارات. غير انها ما تاخدش قرار، خشي امسكي صينيه حطي فيها تلج وحطي وشك فيها، ايه اللي هيحصل؟ طب مش هينفع، انا قاعده واكتشفت ده وانا قاعده ومش هينفع اخرج دلوقتي. اقعدي امسكي الكرسي اللي انت قاعده عليه، تحسي بالاحاسيس بتاعه الكرسي، ابداي تحسي برجلك على الارض، ابداي تحسي بايه؟ بالنفس اللي ايه؟ اللي داخل واللي خارج، اللي هي بنسميها حاجه اسمها جراوندنج. اعملي ايه؟ جراوندنج. ايه اللي هيحصل؟ هو انا كده مش عايزاها تحس بمشاعرها؟ امال عايزه ايه؟ اهدى وبعد كده اتفضل. خليها تعمل جراوندنج عشان نعرف نعدي المشاعر الصعبه، مش عشان ما تحسش بالمشاعر الصعبه. انا بس بقلل الاتيتيود بتاعتي، بسكن الالم اللي فوق، انما انا استلك الالم حتمي المعاناه
اختياريه اختياريه، فانا مش عايزاها تعيش، انا عايزاها تحس بالالم وتعيشه، ولكن ايه ما يحصلهاش ما تتعورش. تمام، ممكن تمسك ليمونه، تمسك ليمونه تمام، او تعصر على نفسها ليمونه، يعني المهم ان هو صحيح. واحنا بنعصر على نفسنا ليمونه ايه الميزه ده؟ هو انا عارفه ان الليمون بيحل كل حاجه، بس لما اعصر على نفسي ليمونه ده يعني هيخليني ايه؟ يعني هل في سياق ان هو مثلا مستحمل وضع هو اتحمل حاجه في الحبس، فانا كده كاني بحفظ نفسي مثلا جمله تخيليه كده، ده اصلا عشان ما اسودش مش مشروب بتاع الاستراكشر ده الاستراكشر بتاع الشعوب بتاع الاستراكشر. بص هو ده مثل مصري بيقول لك نعصر على نفسنا ليمون، انا نفسي افهم عشان مراره الليمونه تخلينا نتحمل اي اشياء. انا بفهمها ان مثلا لو حد ممنوع من الملح فبنعصر الليمون عشان الاكل يبقى مقبول، فانا بعصر ليمونه عشان اتقبل. بس بصي وانت بتقولي بعصر ليمونه كده فعلا الموضوع مش عارفه اتقبله، فانا وصلت ان انا هعصر الليمونه عشان اتقبل. هو اعصر الليمونه دي اللي هي ايه يعني؟ بغير الطعم، هي بتعملش حاجه عموما. ليه؟ ده بغير طعم، ما بتوديش الصعوبه. لا انا تمام، انا بعصر على نفسي ليمونه في الوقت اللي انا براجع فيه الحقائق وبلاقي نفسي مش قادر ادي موقف يتناسب مع الموقف اللي انا عديت فيه. فانا مثلا داخل للمدير فهو قال لي مفيش اجازات وانا محتاج اجازه، فانا بعصر على نفسي ليمونه مش هتكلم معايا، مش هقدر ابق فيه عشان ده المدير بتاعي. ده اللي اسمه ايه؟ قازمين الغيظ. ان انا ماسك نفسي تمام، اعمل ايه بقى وانا بعصر على نفسي ليمونه؟ عكس الرغبه الملحه اللي هي عكس الرغبه الملحه، ان انا مش ياخد بقى كمل الاخر سيب واعمل ايه في المشاعر يا باشا؟ ما انا بجلس على قدامي دلوقتي هضرب عينك الثاني بقى في الشغل. ده اسمه ايه؟ ده انا بقسي بقى واروح اضرب مراتي في البيت واتنرفز معاها وعينها نفسنا مبيوت وانت مش حاسه بيا وانا بروجكت كده اهو بروجكشن. ده اكتنج اوت. ده اكتنج اوت. تمام، تروحي من المنتزه في الموضوع ده. نعمل ايه؟ علم العيال يعمل ايه؟ زي يوصل على نفس الليمون والله اخدها مبروزه دلوقتي. هاو تو ان العيال يتعلم عصر الليمون على نفسه. لا من المكان هو يغير ال ديستراكشن بقى ممكن نظم اوكي. التفريغ اللي تعالي يمسك مخده ويصوت فيها حلو جدا مفيش مشكله. مسكي كوفيرتا او حاجه، وكان في دكاترتنا اللي هم بيشتغلوا دي تي من زمان قوي كانوا سايبين عندهم في العياده كوفيرتا للعيالين بوردا باين، وهم بقى في حالات التشنج والعياط والهيج يقول لهم امسكوا كوفيرتا واقعدوا كده بره ايه كلفتوا نفسكم بيها. ايه اللي هيحصل؟ كملوا احساس الاحتواء اللي هو عارفين الضغط بيعمل ايه، بيقلل شويه السمسات الفعاليه بتجيب لما تحسي بالوحده وانت قاعده بتاكلي في السرير لوحدك وحاسه بالوحده ومفيش حد طيب ومفيش حد مش عارفه ايه مسكت كوفيرتا وقومي ايه لفاها. ايه بديل لايه بقى؟ ان انا انزل ادور على ايه؟ اي علاقات ايه؟ بايظه. اوكي؟ انا قاعده بعيط وماما مش حاسه بيا ومش مفهومه وانا مش عارفه افهمهم وطول الوقت انا الوحشه ومش عارفه ايه؟ اوكي؟ وانا مفيش حاجه عجباني هعمل ايه؟ هقعد في الاوضه اعيط، وبعد ما اعيط اقوم حاضنه نفسي كويس قوي عشان ابدا ايه؟ اهدى، امسك مخده واسوق فيها. تمام؟ اعلم على ايدي زي ما اتفقنا بالاحمر والاسود عشان احساسي يحصل له ايه؟ امسك نوتة وافضل اشتم فيهم في النوتة، ايه اللي هيحصل؟ اهدى. مجرد ان انا اعمل ايه؟ اخراج للمشاعر بطريقة هيلثي مش بطريقة انجلسي. ممكن حد يكلم مثلا واحد صاحبي اللي هي الفوم كوتشنج، ان احنا بنخليهم ساعات ليهم حاجة اسمها فوم كوتشنج يا بروش، ان نتكلم السيرابست بتاعها او الناس اللي معايا في العيادة تقول لهم انا عندي رغبة انتحارية دلوقتي. ماشي؟ فهم يفضلوا معاها في التليفون يعملوا لها ايه؟ دعم نفسي. اللي هو طب ايه اللي بيخلي اسمها ايه؟ كوتشنج فون كوتشنج. دايما الناس البوردر لاين ليه بتقول دايما بنحتاج تيم معاهم؟ شركة فون كوتشنج يعني تشجيع بالتليفون هي عشان خاطر ما يقعش مني ما يحسش طول الوقت ان هو مش ان انا مش عارفه اعوض. دوري هو الكونتينر اللي يحتويه عبال ما ايه اللي يحصله؟ الفكره
يقدر يستوعب نفسه ويقدر يتعلم المهارات. كأني بعوده على البيهيفيرال تريتمنت او البيهيفيرال ثيرابي بس الطريقه كويسه. وطول الوقت ايه اللي هيحصل؟ انا بعمل له ايه تاني بقى يا محمد؟ حاجه بنسميها كده في السايكو ثيرابي اعاده الثقه في العلاقات الانسانيه. كأني بخليه يثق ان انا موجود. زي كده لو انت لوحدك ودلوقتي قاعد مع عيان وقال لك كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، فانت مثلا انت بتتابع معايا اشراف، فانا اقول لك افتكر دكتوره اسماء دلوقتي كانت هتقول لك ايه، هتقول لي اه انت كنتي هتقولي دلوقتي ما تديش اي رد فعل، خلي بالك من الايموشنال بتاعه وشك وابدا تعاطف مع العيانه بشكل ايه، بشكل احترافي. فتبقى انت كانك دلوقتي خدت اسماء ايه جواك، فانت بقيت عامل علاقه وثقه ان انا مش لوحدي، انا معايا سوبرفيجن، انا معايا حد تاني. العيان بنعلمه يعمل نفس الكلام. انا في الموقف ده كنت هقول لك ايه؟ كنت هتقولي لي ما تكلميش ده وما تنزليش معاه، تمام؟ وانت عملتي ايه؟ انا العيان قال لي كده، قال انا رحت لغايه اسكندريه. اوكي، هو كان يعني عامل علاقات كده مش لطيفه، بيقول لي رحت لغايه اسكندريه ونزلت محطه وي 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 وي، وبعدين وصلت لغايه المكان وبعدين افتكرت ان انت وهتقولي لي انت كده مستجدع نفسك، تمام؟ قال لي ولفيت ورجعت. في اللحظه دي هو عمل لنفسه ايه؟ هو سيلف ثيرابي، هو عمل لنفسه، بس هو خدني معاه ايه في الوعي اللي هو انت كنت هتقولي لي ايه؟ انت مستجدع نفسك كده، فانا لقيت نفسي هستجدع نفسي لو انا خدت الطريق ده وايه؟ ورجعت. نعمل ايه في الموقف ده؟ برافو فاليديشن، تمام؟ وايه تاني وبعدين؟ برافو شكرا. نعمل حاجه اسمها بيهيفيرال اناليسيس. هو انت حسيت بايه قبل الموقف؟ طب ايه اللي خلاك تروح؟ طب اساسا من اول ما كلمت اللي مش عارفه مين ده في التليفون عشان تجيب منه الحاجه، كان ايه اللي حاصل قبليها؟ ايه ده يعني ما سيبش المشهد يعدي عليا؟ لا، انا بعمل له فاليديشن وبعدين برجع ايه؟ اعمل له اناليسيس. خلاص؟ ليه بعمل له اناليسيس؟ عشان ما يحصلش. اوكي؟ قبول المشاعر المؤلمة بيقلل المعاناة وبيخلي بس الألم. يعني ايه قبول المشاعر المؤلمة بيقلل المعاناة؟ ما معنى المعاناة؟ عارفين المعاناة؟ المعاناة بتاعت عيالين ايه؟ وجع المشاعر، احساس ان انا حد عندي مرض مزمن وماشي بيه. تصوروا كده لو حد جاله سكر وهو صغير وعيلته كلها ما عندها سكر، وانا الوحيد اللي في البيت ماشي على ريجمنت ان انا باكل حاجات معينه ومش زي الاطفال ومش عارف اكل زي ما انا عايز، احس بايه طول الوقت؟ اه ماشي، فرستريشن، واحساس ان انا قد مختلف، واحساس بغضب حتى تجاه ربنا وتجاه اقداري، اشمعنى انا اللي كده؟ اوكي، طيب ده الم ولا مش الم؟ الم، بس ازاي نحوله بقى انه ما يبقاش معاناه؟ ان بدل ما طول الوقت تقول انا عندي سكر ومش عارفه ايه، استخدم بدائل صحيه وابدا اتحرك فيها. انت ممكن يبقى عندك ثلاث حاجات تانية. انت ربنا كتب لك حياه هيلثي من وانت صغير، مش زينا احنا بنتعلم ده على كبر. ففكره ان انا احول المعاناه بتاعته او الالم بتاعته بعد ما يهدى الاستثمار، فهو يحس بايه؟ قول شويه بقبول للمشاعر دي. حد عايز يقول سؤال؟ حدش عايز يوصل؟ طيب انا رجعت تاني لده عشان حتى ان احنا نعرف نعمل العكس للاخر، عشان ده التدريب بتاعنا الاسبوع ده، تمام؟ الاحظ واوصف المشكله اللي بواجهها، راجع الحقيقي، اعرف هدفي من حل المشكله، امارس العصف الذهني. ايه العصف الذهني ده؟ هقعد اشوف حلول كتير، حلول كتير، حلول كتير. وانا دلوقتي لو رحت مش عايزه اروح الشغل، طب ايه البدائل اللي انا ممكن اعملها؟ اعمل اونلاين زوم مثلا وارشح لكم المحاضره عليه. اعمل ايه تاني؟ طب بدل ما انزل الاثنين انزل الثلاثه، طب انزل مش عارفه ايه. فابدا امارس العصف الذهني لاكبر عدد ممكن من الحلول واطلب المساعده من اللي بثق فيه. ده كله عشان ايه اللي يحصل؟ اشوف حل. وبعد ما امارس العصف الذهني واحط الحلول ادور على اكتر حل مناسب ليه؟ لوجودي انا. تمام؟ يبقى ازاي اعمل العكس؟ اتعرف على الشعور، اراجع الحقائق، اعرف واوصف الرغبه الملحه. الرقم ثلاثه دي احنا كتير مش بنعرفها.
رغبه الملحه دي فكره زنانه بتقعد تلحق قوي ان احنا عايزين نعملها، وانا بتحسوا كده ان انتوا لما هتقعدوا تعملوها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لنا ريليف. الرغبه الملحه دي هي السبب في الانبوكسبيتي بتاعت البوردر لاين، وهي السبب في الادكشن بتوع الناس اللي عندهم ادكشن. هي عندي رغبه ملحه وعايزه اعملها هنا ودلوقتي، لو ما عملتهاش احس بسيفير انكزايتي. لو علمت الناس انها تتعرف على الرغبه الملحه وتعرف اليات انها ازاي توقفها وانها تعمل عكس الايه؟ الرغبه الملحه. الرغبه الملحه بتقول لي اروح اضرب؟ ما اروحش اضرب. سافري؟ ما سافرش. اعملي قومي اتطلقي دلوقتي يا بنتي، اهدي اهدي بالله، قومي اتجوزي دلوقتي حالا. في ناس كده قومي اتجوزي دلوقتي هي. تمام؟ دي برضه رغبه ملحه، نستنى شويه. اوكي؟ استمر في عمل العكس لغايه ما الرغبه الملحه المرتبطه بالشعور المسيطر تختفي. اول ما الرغبه الملحه تختفي الشخص بيحس بايه؟ بليف. بيشتغلوا مع الادمان يعرفوا كده، يقول لك بعد ما بيسموها ايه؟ الكريفي. الكريفي ده اللهفه. تروح احس بايه بقى؟ خفيف. احس بايه تاني لو انا ما سمعتش كلام الرغبه الملحه؟ كنترول بقى. كنترول وتمكين واحساس بالفرحه، احساس ان انا انسان جديد وان انا اقدر. اوكي؟ تمام. عشان كده انا بدني اول ما يقدر على رغبه ملحه صغيره يكسرها نبدا نعمل له فرح ان انت عملت انجاز. ايه اللي هيحس اول ما يحس انه عمل انجاز؟ يثق في نفسه ويجي المره الجايه عامل انجاز اكبر عشان يجي يفرحك. اوكي؟ طيب انا محتاجه اوزع عليكم الورق للمره الثالثه، هتكتب فيه حاجه انت فعلا قدرت ان انت تسيطر فيها على نفسك. انجاز واحد بس او شعور واحد بس انت قدرت ان انت تسيطر عليه. اه لا تكش. انت ممكن هنا برضو في ورق ولا راح فين؟ الليمونه. لا خدوه. لا لا هنعمل ليها عصير في البيت. ايه ده؟ سايب ناس راح كده في الوقت. هنحط عليها ميه ساقعه ونعمل عصير. ايوه افتكرت والله. حد عايز ليمون يا جماعه؟ اتفضل. انا الوقت سرقنا، انتوا ما قلتوش ليه يا شباب؟ الناس قاعده مش عايزين نقول. خلاص كده خلصنا؟ لا بجد؟ لا ادينا. ليه البوردر لاين ست الستات؟ صح صح. انت شفت بقى شكلك عايز تتجوز بوردر لاين؟ لا عاوز. بص يا سيدي، المجتمع بقى فيه بوردر لاين اليمنت. فكره ان انت ما تلاقي حد بوردر لاين ده عادي، مش بتاع. حتى لو ما لقيتش حد بوردر لاين هتلاقي حد عنده تريتس بوردر لاين. ليه ست الستات؟ لانها مشاعرها ظاهره. اوكي؟ واحنا شعب عاطفي، احنا دايما من القلب للقلب رسول. فدايما لما بتتكلم بالمشاعر العادي انك تجذب الناس، وخصوصا الناس الحنينه. الناس اللي بتتكلم بالمنطق تتفاجئ. اوكي؟ ده بيعلمك لو انت هتشوف اي بنت افويدنت ولا بتاع، بتبقى مهما كانت كويسه بتبقى مش عايزه تتكلم قوي عن مشاعرها، تبقى عماله تخفي الجزء ده كانه عار. سترونج اندبندنت بطاطس. ماشي؟ فالراجل اول ما بيشوف ست كده عماله تتكلم وتوصف قوي، بتوصف الوصف اللي هو نفسه ما بيعرفش يوصفه. يعني تقدر توصف قوي. قول يا محمود. عارف يعني لما بتزعل تعمل ايه؟ عارف يعني لما الموضوع، لكن حد تاني كل مره ان هو مثلا لو هي بتعطلها ده واحد ثلاثه واحد. هي مين اللي برضه دايما عامل تفاصيل؟ هي دايما بتفاجئ. وش المفاجاه دي بتعمل لك لخبطه، وده اللي بيخليك تتمسك بيها زياده. استنى بقى، ما ده بص بقول لك انا بحب البرده دي ليه؟ عشان في تكنيكات كده انت راجل مش بيحب الست سهل. طبريتي في حته كده هو بيحب التشالنج، وكل مره متجدده تزعل المره دي عشان مش عارفه مين داست على جزمتها، وبعد شويه تتصالح الصبح، وبعد شويه تعمل الموضوع عادي، وشويه تقفل تليفونها وتختفي. فيحصل للراجل ايه؟ تربكه واحساس بالتشالنج، والراجل اللي جواه علاء صياد طبعا. لما الحاجه تصعب يبدا ليه ويجري. اوكي؟ فده يديله متعه في الحياه اكتر، خصوصا انها ترجع بتبقى احسن بكتير مما راح، يعني عارف اللي هو ايه؟ وترجع بقى تدي بركان حمايه، وفجاه اول ما الحمايه تتقطع يحصل له تربنه،
اوكي عشان كده تلاقيهم بيتجوزوا بسرعه بيطلقوا بسرعه اوكي ويتجوزوا وطول ما هم بيكلموا اي راجل فيهم الحته هم هم يعني ما بي كلاستر بي اللي هو فيه جزء الهستريوني فطول الوقت ايه هي اولا احساسها بالسيكشوال منعدم يعني هي اساسا بتيجي مع الناس والناس بتعملها ابيوز لانها اساسا احساسها بجسمها اي كلام من هي جسمها بالنسبه لها هي محتاجه شويه طبطبه يعني هي شويه الكفرته اللي انا بقول عليها دي وان نمسح لها دموعها احنا كده فله اوكي ايه اللي بيحصل بقى الناس اللي بتعمل لهم اللي بتيجي تعيط لهم يوم عامل ايه رفع حضن يسكت يزيد يعتقد انها محتاجه اكتر هي تعتقد انها بتبسطه باللي هي بتعمله وهو بيبسطه ازاي لا حرام عشان كده برضه بتحصل لخبطه ناس كتير ما بعد ما تمادوا في علاقاتهم مع الجوزه والله ما بيتجوزوش لان ايه اللي بيحصل لهم هي كويسه ولا مش كويسه طب هي ليه بتديني ده وهي تفضل تقول لك اصل انت الوحيد اللي انا عملت معاك اوكي بعدين تتفاجئ انها رجعت مثلا للاكس بتاعها بعدين رجعت مش عارفه ايه تبقى مش فاهم الدنيا القصه فيها ايه اللي عندها مشكله في الكاتشو غير كده بس هي مثاليه ولا مش مثاليه مثاليه دي اعتقادها ان جسمها اقل حاجه عندها ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنعلمها انها تحترم جسمها وتحترم مشاعرها بس ده محتاج شغل وان مش اول حاجه تقدمها لاي حد ايه جسمها اوكي بس هي احساسها ان الراجل مش هيقعد معاها غير لما تديله الجسم الحاجه الثانيه هي بالنسبه للبنات قد ليه البنات دايما بتلفظها وما بيحبوهاش عشان الباوندرز انها طول الوقت متدخله في حياتهم غيوره جدا 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 مش عايزه حد احسن منها حاجه الثالثه مشاعرها طول الوقت بره والبنات بتربط المشاعر بسهوله فطول الوقت بتندم فايه اللي بيحصل اللي قاعد معاها بيحصل له لودنج فاصحابها يقول لها بطلي بقى انت ايه ما بتخلصيش فلو عندك البنات عندهم اي صاحبه برده الله تقول لها مش قادر بتخنق بتتخنق مش عشان هي كده بتتخنق معناها حاجة واحدة جدعة جدا وتشيل وتعمل وتسوي بس احساسها بتتخنق يعني البنات احنا الجزء الايموشنال بيقعد مثلا بال 24 ساعة بنحس بنفس الشعور الراجل يعرف يبدل ما بين المشاعر بسهولة ده الاغلب مش ده مش تعميم يعني اغلب الرجالة يعرفوا انا متضايق نزلت الشغل الدنيا اتظبطت الستات لا المشاعر بتطول معاهم شوية يعني جزء في البيولوجي والساينابسز مختلف فده يخلي ان الستات بتلم المشاعر اسهل تمام عشان كده اغلب البوردر لاين الستات تمام عشان الايموشنال بتاع ده في البوردر لاين الرجاله علاجه سهل ولا صعب صعب جدا صعب جدا وصعب صعب فعلا لا مش شبه مستحيل شكرا طيب بس فعلا يعني لما كان البوردر لاين البنت بتروح وترجع ويجي لها شويه جلد فيني ويجيبها ويعملها الولد بيبقى جاي تحت الكتاب يعني مش بس بيعلم على جسمه لا احنا بنلاقي ايه اشكال اشكال يعني راسم هو راسم بالمطوه راسم بالمطوه اشكال وعلامات بيتفنن ان هو يدرس ده على السوشيال ميديا بيتفنن يأذي نفسه ويأذي الاخرين بطريقه مش عارفه ايه هو فعلا الموشنال بتاعته في الام بالظبط يعني لو البوردر لاين بتاع البنات صعب البوردر لاين بتاع الستات اصعب فعرفتي ليه يا ست الستات حاجه كده يعني فاي واحد بيتجوز بوردر لاين تقوم جاي لهم عارفه كرسي ماشي عامل له فاليديشن معلش وحش اوكي بس انت معاك مين؟ ست الستات الجدعه الاصيله اللي تبقى في ظهرها بس تضايقها الله يعينك ويعينها وبتاع وخصوصا انها بتتلذذ في انها بتعمل مصايب وبعد ما تعمل المصايب تقعد تعيط وتجيب فيلم اللي هو لما انت تحس ان انت مش عارف تعمل تضربك هتعمل ايه؟ تعمل كذا تطلع في الشغل وبعد شويه تقعد تعيط بس انا كنت فاكراك تدخلني وتعيط انا عايزه الورق هنعمل ايه؟ عايزاه؟ انا هلمهم للمره الجايه هتكتبي شعور انت حاسه بيه قادره تغيريه